راديو اي اف ام كاملين مع ضيوفنا. والحقيقة فرحان برشا انه قبل باش يتدخل معانا هو سيناريست وصحفي حبيتوه برشا، تبعتوه في الماتينال في رمضان لهنا في اي اف ام، وهو سيناريست من الاعمال الاكثر نجاح السنه كان يا ما كانش على الوطنيه الاولى. معايا حاتم بالحاج، خويا عيدك مبروك. أهلا بيك، كل عام وانتم حيين بخير. وحشت اي اف ام مش برشا، خلينا نصبح نوم ماتينال صاحبي ماتينال. يا الاولاد نحبكم يا مستمعين والله مش برشا مش للدرجة. مانيش نسألك كيفاش عديت العيد، نتصور كريقت عديت العيد ريقد ما نعرفش دخلتوا عليا نسخت ماما مش مدالي العيد الكبير خاطر جاري عمل قلاية دونك هكاك هذا الكل من نقص النوم هكا نقص النوم وتمهميش خويا. ناخذوا عليك الميكرو، نحن نرقدوا اكثر منك بشويه، ناخذوا عليك الميكرو بعد في المدام وجهها. اي اي عاد تقوموا بكري، هو الفايده في القومين، الفايده في القومين. يولي وقتكم انتم لا يقعد نفس الوقت جوست نص ساعه من بعد، ما انت في عود من 9 ل 11 ولينا من 9 ونص نص النهار بين عيد قبل وعيد توا. حاتم شنو خير؟ هاي عزوز بركبتك هذا ولا كنا نابتوا بالبي من لوتا، يعني كل واحد بالحق. انا كان عندي واحد كان عندي بغل بي كاتفوكات كيما توا اللي كيف انا تاع كاتفوكات نابتوا نمشيو لاستاد الزرزور نمشيو نعيطوا بون عيد عيد معني هو راهو اسمع العيد العيد هكا بين المدن خاطر كبرت البلاد ما عادش سي با اون كيستيون دو تراديسيون سي اون كيستيون دو براتيك. كانوا قبل العبيد الجيل مثلا نتاع اللي قبل البابا كانوا الناس الكل يسكنوا فرد مدينه فرد قريه معناها، بعداش الجيل نتاع الوالد نتاعي معناها اللي خرجوا الاول جيل نتاع استقلال بعدوا على القرى مشاو اللي يخدموا خاطر في الحركه الاقتصاديه ولاو عملوا معامل دي زون اندستريال كيما انا مثلا. بابا من راس جبل، انا تولدت في مازن بورقيبه خاطر بابا جاي من راس جبل خدم في مازن بورقيبه. الوالد عزيزي زاد كان فلاح في ماطر وامي كانت تقرا في مازن بورقيبه تعرف عليه معناها كانت الجيل هذاك تخلط برشا هذاك هذيك نقطه قوتنا راهو تو في تونس معناها بتاتر فما عباد يحركوا العاطفه نتاعنا وساحني وزير هويت وكل شيء هذوك الناس تستاد في الماء العكر. اما انا نتحدى اي انسان بنزرتي نجم يعيش في قفصه، قفصه نجم يعيش في اي بلاصه دونك معناها خاطر متخلطين بالكدا خاطر عندنا انتماء جغرافي وانتماء لغوي، لغه سي امبورتون اوسي. وما كتشوف معناها كي ترى معناها العباد يتفاعلوا نفس القضايا نفس الحكايات صحيح. نحن نركزوا مع ومع الضد ما فينا نوع اذا تحركت قضيه سكنتي هذيك هو البوان كوما هذيك نقطة قوتنا هو نتفاعلوا بنفس القضايا وقت صارت حكاية المقتل نتاع هذيك رفقة اللي رفقة شيرني وي فما أربع كعبات بيصير بيحبوا يظهروا مختلفين وفاهمين لها كل شيء عملوا دي ستاتيو كوجوههم من فينا الماء يقعد معناها فماش دعوة للعنف بتاتر دعوة مبطنة ولا عدم وعي لكن عندنا حاجات اللي تجمعنا اكثر من اللي تفرقنا هذاك يلزم نحن نفهموه مش نفركوها حتى كان مش نواصلوا هكا معناها مش نخلطوا في بعضنا مش نطيحوا القدر وي. تعرف يقول لك فما مثل تونسي تحفون ياسر يقول لك خلي ديما للصلح بكين معناها حتى كي تتعارك ناس خلي بلاصه نقطه التقاء وي. نحن هذاك لازم نستحضر عليك ان شاء الله. حاتم رمضان السنه كان استثنائي بالنسبه ليك، عشت فيه نجاح اسمه كينيا ما كانش، احكي لنا على فكره القصه نتاع كينيا ما كانش كيف جاتك اللي كنتي وكيف جات للولاد اللي كتبوا معاك في السيناريو. بيانو هنا فما جوج مقاربات، فما الفكره الاصليه معناها اللي خرج شوازي خارج عن الزمان والمكان. هذاك الفكرة جاتني من ضد بيانات الأولى نتاع الثورة. أنا كنت قبل الثورة كنت فماش قريت عبيدة نكتب بين الأثر على ذاك الإفوار اللي عملته بين الأثر باش نزلق أفكار مثلا قاعد تشوف حل 15 سنة بعد الناس باش تشوفها. بلا حاتم كان تقرب شوية للتليفون على خاطر الريزو هرب شوية. باهي هكا تسمع هكا سافا
دونك فينالمون معناها فهمت من بعد لقيت اللي اللغه ولات خطاب مباشر. كي نشوف مثلا حتى انت معناها معناها اكتشافي انك اكتشفتك انت مثلا ما بين ناس فما لغه جديده فما فهمت كيفاش فما مباشرتين انتم ما عشتوش لاسونسور كيما عشتها انا دونك فهمت لكن المباشرتين خليت الجماعه اللي هما برشا معناها مش انا وحدي خليت برشا جماعه مثلا اللي كانوا يكتبوا قبل وقت السونسور ما نجموش يتعاملوا مع المباشرتين والناس زاد الناس اكتشفوا حريه التعبير دانكو دونك نو بلو بزوان باش تلعبوا على الاخر كل خويا يلزم من الاخر وحتى حتى البلاتوات وحتى الدنيا الكل هذاك كلها راهي حاجه ايجابيه دونك الفيت باش تعمل حاجه مباشرتين مش باش تخطف خاطر الواقع بتاعنا مسلسل بطبيعته الواقع بتاعنا معناها حاجه زي فانتيزي معناها رئيس الجمهوريه كيفاش يبعث الجوابات رئيس الحكومه كيفاش ينغر وقت اللي هو يمشي يتعشى باش يمشي هو يتعشى يطيح حديث معناها الزول هذاك واحد راجل كبير اسمه راجل الغربوشي بالحق معناها مازالوا يخافوا به وراجل كبير معناها جو بونس انا السيد هذاك الناس اللي عندها انتيري دايره به هما اللي مازالوا مش يبقى خاطر جو بونس هما اللي بيبدا سافي ولا يفالوا معناها حقه حريه وديكتاتور بشويه معناها حقه قاعد جو بونس اللي فما ناس يستعملوا وهذيك السياسه اللي خلات معناها نحن مشكلتنا في السياسه ما هي نخبتنا على شيء عندنا نخبه جديده طالعه ثم نخب ما عادش نخبه برد احنا نحينا الحزب الواحد يلزم يلزم نحزب النخبه الوحيده مش تطرز هي اللي تطرز انت شو تفرج مش تطرز الدوره زاد باش تربيك صحيح هي معناها تخوض بانتخاب باش انت فما ديفيرتيسمون دونك باش نرجع للفكره الاصليه دونك العالم هذا اون موفمون قلت بون انا جريت كونسيفوار الفكره لا زمان ولا مكان بوي جو في افواغ لي جون اللي هما ينجموا يمشيو معناها يلزم الناس تتمن بالفكره يلزم الناس تدخل في الموند خاطر الموند ماهوش ساهل فوق لا فانتيزي هو مش ساهل حتى للي يكتب راه انا عليها يمكن سبقت اولاد في الفكره من الاول هذاك ربحت الاولاد الكل برشا وقت ربحنا معناها لا تدي ربحنا برشا وقت علاش؟ خاطر انا معناها الفات اللي قعدت فيها ثلاث سنين الفكره جبت من الاول اجا عبد الحميد وعزيز مشيت لهوني هذا مش نخليه وش نحيه دونك النقاش ربحين وقت ربح معناها فهمت كما تقول عندك اللي يقول قاعد تركب فيه فاليوم اليوم حاتم تنجم تقول الحمد لله نساو معناتها نسيت العبيد في شوف لي حل شافوني معناتها في حاجه جديده سنة كان يا ما كانش نسى العبيد في حاتم بالحاج شوف لي حل خاطر اسمك مربوط برشا بشوف لي حل تو العبيد وجينيراسيون جديده زاده تقول حاتم بالحاج كان يا ما كانش معناها انا من الاخر من الاخر راهو نحن علاش نخدموا باش انا خدمت حياتي كامله على يكون جاتني بكري شويه دونك انا لقيت روحي مثلا الفو دوبلي ديفور كيما جوار تعدي ماتش بالكدا تعظم ديفونسور وتلوبي الجول مش يقعدوا يفكروا عام كامل وي انا ما دخلت معناها يلزمني جو كونفيرم روحي صح مش للعباد اللي لكن هذا السيت كوم لا بيرفكسيون معناها في الخدمه راهو التوسويس مش نحكي بيرفكسيون معناها حاجه 20 على 20 نحن البيرفكسيونيزم الكلمه معناها انا البيرفكسيونيزم في الكتابه هذاك هذاك هو الستيل بتاعي الباقي شنو هو الجور انا حبيت جور جديد حبيت نقول انا الاكسبيريونس بتاعي تخلي بوتيتر العباد يقبلوا مني حاجه جديده وكي تفرجت مثلا في الانتوراج وريت نوبه فقت اللي عبد الحميد انسان كيلوز معناها الانسان يهزم معناها ما يخافش وين يستنى فيه كان جا عبد اخر عمل تروازيام سيزون تاع نوبه وراه وراه مرتاح وي دونك لو شالونج يلزمني عبيد هكاك وذيك تبارك الله معناها تبقيت جماعه كيفي سالت لي الحكايه خاطر عزيز خدم معايا في 2050 واكتشفت شنو هو الستيل نتاعو وعرفت اللي هو وبعدش كي كملنا 2050 نتفكر عملناه والكيما الوقت هذا وقت هو خذا جائزه نتاع السيناريو هو كلمني قال لي حاتم راه خذينا جائزه تجي قلت له انا معناها عزيز بريفير انت تمشي معناها لافنيغ سي بور توا ويعرف البلاد داير راكم ما تراويش برشا
خاطر انا معناها جو بونس اللي عشت وانا بشوف لي حل لازم برشا عباد يعيشوا نحبهم هما يعيشوا هذيك. انا عشت حاجه بارتيكولير ونحب نخليها تقول لي خرجت نشوف الحل جامي جون سورتيري شوف الحل سي اون كارت دو فيزيت يونيفرسال معناها في اي بلاد في تونس سورتو معناها كي ترى العباد وترى كمية الحب تحاول تخرج من جلباب ذاك عمرك ما تخرج من لبسه مزيانه هاك معناها حتى كان تتهرى ديما هكا تنزل معناها تبدا عندك فيست وكل شيء. انا جو بونس اوسي هما اولاد افكاري ما انا ما عنديش مقاربه معناها فنيه معقده للخدمه نتاعي نعتبر روحي سيناريست بروفيسيونيل سي تان ترافاي خصص له يوميا صباحا مساء ويوم الاحد خصص له برشا وقت معناها سواء بالكتيبه سواء بالفرجه دونك سي تان تخيك جام فير نعتبر روحي بروفيسيونيل معناها نعتبر روحي ان ارتيزون في الكتيبه. اون بارلون دو سيناريست حاتم برشا عبيد تو يقولوا المشكلة في الكتابة تسمعها في برشا أعمال كي ينقدوهم ولا كي يحكيوا عليهم في الراديوات وفي التلفزي يقول لك راهو فما مشكلة في الكتابة راهو لهنا فما مشكلة في السيناريو لهنا فما مشكلة في الحوار يا أخي ما فماش جينيراسيون جديدة ولا عبيد قرات دي سيناريست قراو باش يكونوا دي سيناريست تو بونس اللي فما مشكل في اللي سيناريست في تونس هو فما المشكل اللي فما خاطر السيناريو كونتخيغمون للخدم الاخرين سي ان تخيك اللي الموهبه عندها فيها باي كبير. موهبه وخدمه دونك فما عندك حاجتين انا نعمل كي نعمل انا معناها العباد معناها لي فورم في السيناريو قول لهم راهو لا باز نتاع السيناريو سي الباك جراوند منين عندك باش تجبد فهمت دونك والباز الاخرى يعني التكنيك تنجم معناها بالتكنيك تعمل سيناريو محترم فهمت لكنك التوش الزايد هذيك موهبه معناها كل واحد ربي باش عنده موهبه واحد موهبه في التمثيل واحد في الكتيبه ما نتصورش عن ازمه نتصور معناها المقاربات الفنيه تبدلت مثلا قبل كنت انا كي نكتب سيناريو نعدي 80% في الوقت في الريشيرش وقت اللي نكتب شوف لي حل ماهيش لعبه. بسيكياتري لا مالادي الكلام ساعات كلمه نهبط لها حتى نمشي الحومه نفركس على كلمه كيفاش تتقال معناها فهمت خدمه هذاك نقول لك بروفيسيوناليزم وهك ترى الخدمه تجيب معناها بتاتر والخيال وانا ملي صغير عندي خيال شاسع نتخيل برشا حاجات نحب نكتب ياسر الحكايات كنت يبعثوني نشري خبزه نروح نحكي لها 20 حكايه وكلهم الخيال وكنت عندي الزهر زاد اللي عائلتي ماهمش معقدين ما معقدونيش وتكلم علينا وصحابي زاد بالحق وتعرف انت الحاجه هذه راهو لامبورتونس نتاع الصحاب سي امبورتون انا صحابي نتاع الصغرى مزيان نلقاو صحابي الانتوراج مهم برشا خاطر وقت انا مثلا عندي خالي صغير كي نقرا له حاجه يقول لي تيولي يا اخي تو برون بور الدعاجي عائلتي وكي تلقى من بعد صاحبك اللي معناها وتحوطك ومش واحد يقول لك برجوليه معناها مستني بيهم يقول وش عليك فهمت خاطر العائله الانفلونس فيها وحدها وي اما الانتوراج لوبوبليك يبدا بالصحاب كي يبداو صحابك يضحكوا انا كي نحس قبل مثلا اي قاعده معناها اصحابي عيطوني سكت كلكو بار وانا راني سيريو في الدنيا وانت تعرف لكن كي ندخل هكا نتسلطن ما نعرفش كيفاش انا والجو انا والعبيد انا وكل إيه روحك خفيفه برشا انت حاتم الحق روحك خفيفه ديما الضحكه موجود انا نقول هذاك راهو هذاك ستان ستيل دو في انا ما نحبش المشاكل ما نعملش المشاكل والباب اللي يجيني منه مشاكل نسكره بالكوبه وبعد نلحم جمله هاك تراني نكسر فوق الصحه هو مكتوب عليك حاتم بالحاجه انه الاعمال اللي خدمتها الكل كيما شوف لي حل كيما كان يا ما كانش تجيها نقد من الاول ما تقبلهاش العباد ومن بعديك تمشي معاها العباد من الاول حتى نذكروا شوف لي حل من الاول ما كانش مقبول وبرشا نقد جرايد كتبت على شوف لي حل ما هذا العمل وما فهمت برشا حكايات تكتبت مكتوب عليك الحكايات هذوما لا هو يقدم حاجه يحاول يقدم حاجه جديده معناها متعرض للشيء هذا وراهو بيناتنا كان يا ما كانش معناها كانت
حتى شوف الانترفيو اللي عملتها قبل البث قلت راهم من الاول العباد مش تفهموا مش تفهموا معناها دونيسون معناها حاجه ماكش مستانس بها نشوف حتى من روحك انا نقبل لو شيء هذا بعد ساعات باش يثبت جديد ومزيان وكفايه ماكش مستانس بيه ما تلبسوش بعد ما تلبسوا بعد ايش تلقاه صوت الكفايه تسيخ عليه فهمت شو نقصد معناها يفو لي سي لو طون معناها نحن مستانسين اللايك هو شنو هو؟ سي اون ديفورماسيون في حياتنا ترا ستاتيو ماكش باش تعرف تقول يا ولا يا ما فهمتوش برا تما نرجع نقراه ونشوف الخلفيه وش يقصد هناك يجبد هكا دونك انت ما عندكش الوقت هذاك انت قاعد تحرك في صبعك تاع في ميسكولاسيون ولا الفوس وتعدي في الفيل داكتور دونك لا رياكسيون تاعك عاطفيه يا لايك يا ديسلايك تا كومبخي شنو وي 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 يا ايه هي اللي يا صباع يا صباع دونك فينا هو هذاك هو اللي تولى على هذاك يحكم على المسلسلات من الحلقه الاولى مي فما حاجه ايجابيه اللي العباد وليت حتى معناها حتى الحكم ما عادش معناها فما سناد ديبا اللي صار ايه ما فهمتوش وفمك شنو يلزمني عمل ديبا تويسان باش نفهم حاجه خادمين ريتك الديبا هذاك مهم جدا علاش؟ خاطر باش نحيو لا تساك نحن باش نحيو القدسيه على الفن الفن راه انا نؤمن بالبوب ارت راهي شوف لي حاجه دي بوب ارت بوب ارت حاجه بوبولير انا نؤمن بالبوبولير خاطر النخبوي مانيش انا مانيش اكاديمي لا ناوي نقري لا عامل دكتوراه في المسرح ما عامل كنت نجم نعملهم انا ماشي معناها بتات مانيش مش جوي نحب انا كرياتيف انا كي نكمل بروجي نبدا هكا نغلي نحب نعمل بروجي اخر كنا نجم نشوفوا كنا نجم نشوفوا كينيا ما كانش مش في الوطنيه مش على قناه الوطنيه في قناه خاصه سنه صعيب برشا خاطر التكلفة خاطر خاطر فقط في القنوات الخاصة ما تنجم تنتج كان بالبارترينج البارترينج معناها سي ريسكي علاش خاطر قناة بيدها تنتج حاجات عندها في البرينتاج ونحن برشا عباد تسألوا تقول توا ستينا هي مش نتاع برينتاج كان ما عملهاش في البرينتايم السيري ما يحط حتى 15 فلوس صحيح ما نجموش نخدموا بالبيدجي هذاك انا مثلا فما لي كوستيم ما تنجمش تاخذهم ليزيكستيريور الحصن ما تنجمش عندك كيف حصن كاريهم على ست جمعات واقفين قدام الباب وقت حاسك بهم ما تنجمش ريت الخفافيش وكل الحيوانات سي سوندريسي معناها بيان سور الناس اللي تعمل في الشيء هذا وقت يجيو يصوروا دي سيري من برا يستعملوهم هذاك لي سيري تخدموا في حمام نحن خدمنا في ديكورات عملوهم العباد بور دي سيري اللي تخدموا لبرا برشا صحيح تراوهم في برشا دي سيري سيرتو لكم توا لا مودا تاع لي سيري اللي يحكيو على العثمانيين الكل صحيح هاي برشا برشا ديكورات مزيانين سنة في كينيا ما كانش الكوستيم زيادة هذيك اوزنا هذيك اوزنا وي هذيك البلاصه القصر الي انتاكت معناها انا من رايي يمكن كان صورنا معناها الدوزيام سيزون معناها باش نقترح على اوزنا نخليو لهم الديكور خلي الاولاد الصغار يراو الديكور نتاع القصورات 2000 سنه تالي معناها فهمت وممكن جدا الجزء الثاني من كينيا ما كانش فما بيان سور هاي خاطر هو الحل في الاخر اخر السيري معناتها نشوفوا انه فما حل للدوزيام سيزون معناتها بيان سور هما راهو الحله مش بالضروره معناها تنجم الحله تحل هي بيدها على سيزون احنا فما الحله على نفس السنه كانت هكاك وريتها الى بوريت انا بريسون لي بيرسوناج موجودين صحيح من اول السيري معناها ما طلعوش هكاك خاطر تحس اللي ناقصين في الاثنين صحيح ولا صحيح صحيح اي تحس في الاثنين ناقصين وانا بالعاني معناها سي ان شوا خدمين خاطر نحن كتبنا فوق ال 20 حلقه لكن خلينا ان كوندونسي تاع 15 حلقه فهم حاجات اجرناهم ما حبيناش تكونوا تحطوا برشا حاجات من الاول انت بتعرف تاخر من العسل اللي بزاف صحيح عملنا دوزات فهمت عندك شويه دراما شويه فهمت تفاعلوا تاع الصغار هذاك في معناها عملنا مساحه كبيره في الكتيبه للصغار في الجو نتاع فما دي كوميديان توا تيك توك تردوا فلوكا معناها وي سي دو جاتو معناها الصغار يموتوا عليهم حتى برغل احنا قلنا برغل بيرسوناج يسمى فانتاستيك هيرويك باش يفا بليغ وزادوا لي صامي الصغار حبوه الكبار
دونك فما حاجات معناها حفر منهم باش يكونوا هذوك، فما حاجات جاوزونا. انا بالحق معناها يمكن نقول لك علاش كان يا ما كانش استخدموا في انترفيو قلت نعتبرها اقوى من شوفي حل العباد فهموا بالعاطفه. ما انا نحكي في التكنيك صح معناها في لي مويان في لي تكنيك اللي صورنا به وان بليس في اللي في انا ما كنتش نتصور السكسيف بالدرجه هذه. انا فما ناس يبعثوني يوميا راهو ما عندكش فكره زي ما نحبش نتكلم ما نحبش خاطر معناها بالعمر كي يكبر يولي حاجات يظهروا له مش من بعد لما يولي فهمت كيفاش. ربي يوفقك حاتم ان شاء الله في 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 اعمال اخرى في افكار اخرى من بعد كينيا ما كانش. يعني توا سيزون 2 نتاع كينيا ما كانش تصور الناس الكل باش تستناها، وان شاء الله في اعمال اخرى سيناريو حاتم بالحاج، لانه اي حاجه تحط فيها البصمه نتاعك تبارك الله تنجح. حاتم علاش كنت تحب تعايد خلي لك كلمه الختام اللي كنتي بعنا العائلة كل عايزت عليها نعايد على الناس اللي تبع فينا في فيلم عنا معناها بالحق عنا اللي زود يتعرف ياسر سيسو وحوك عليه بعدك يحكي لك عن التفاعلات أفعاد نطلب مبعث نقول لهم بربي شكون يا رأس وعيو قالي دي فيلم يسيان تعال كلمة هذي تبارك الله ناس تتفاعل فيها ست كوميناتي هذي انتيانا متاع الراديو انا نعايد عليها خاطر هم رأس مينا ونحن معناها نخدموا لإرضاء المجتمع وديما يقعدوا هما عندهم الأولوية. وترجع نهار الاثنين أنت في مع حد بربي تا واحد عامل جو ونبرمج غدا بساعة شوية جردينات وريت أنا نذكرك نذكرك اللي راك ترجع نهار الاثنين. ما إن ربي نذكر وش قال أنا طيب تعايد وش قال أدد بخاذ الساعة مكتوب على جلد حميد. مرسي عليك حاتم، شكرا اللي كنت معانا، مرسي بوكو. اتري بيانتو، شكرا حاتم، مرسي بوكو. تنجموا تكلمونا على 31 380 1000، ناخذوا تليفوناتكم تعيدوا على عزيز عليكم. نحن نخرجوا موسيقى اخبار وهنا رجعين.